السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياك الله عزيزي المشاهد في مقطع جديد من لعبة إلدن رينج. نزل اليوم تحديث كبير ولعله يغير طريقة لعبك أو اختيارك لبعض الأسلحة والدروع اللي كنت ساحب عليها، فحبيت إني أغطي لكم أهم الشغلات والتغييرات اللي صارت ونقول بسم الله. أول شيء التحديث نزل على جميع المنصات بلاي ستيشن 4 و5 وإكس بوكس 1 وسيريس وستيم. من أهم الشغلات اللي انضافت في اللعبة إنك تقدر تشوف مكان الإم بي سي بعد ما تقابله أول مرة، فمش لازم تكون حافظ وين وجود هذا الإم بي سي، تقدر تشوفه من الماب. بالإضافة إلى أنهم زادوا أو أضافوا شخصية جديدة من الام بي سيز اللي اسمه جار، بالاضافه الى انهم ضافوا تكمله لبعض المشنات مع الام بي سيز اللي كانت مهماتهم او كوستاتهم غير مكتمله، وعندك الحين اضافه استدعاء ارواح بعض الام بي سيز في بعض المواقف، ولكن ما ذكروا منهم الام بي سيز بالضبط اللي تقدر تستدعيهم، واضافوا شويه موسيقى كذا تستطرب او تستكن فيها في بعض الاماكن المفتوحه. والحين نجي للبجز او الخلل اللي صلحوه. فكل اللي راح اقوله الحين عبارة عن مشاكل تم اصلاحها. بعض السمن او الارواح اللي تستدعيها ما تتلقى دمج من البوسز. بعض اللاعبين بعد ما يقتلون بعض البوسز ما يحصلون على الايتمات اللي مفروض يحصلونها. اصلاح بعض المشاكل اللي كانت تسبب في ان اللاعب يعلق وهو راكب الحصان. اصلاح بعض المشاكل اللي كانت تتسبب في تعليق اللاعب او الفريز يوم تكون فوق الحصان. واصلاح المشاكل اللي متعلقة بالاركين. الاركين تكلمنا عليه انه يرفع نسبة حصولك على ايتمات نادرة، هذا من ضمن ستات الشخصيات، غير ان تكلمنا على رجل الدجاجة السيلفر مش الذهبي. الذهبي قلنا بوست للرونز، والسيلفر اللي هو يسوي لك بوست للاركين او يزيد نسبة حصولك على الايتمات النادرة بعد ما تقتل بعض الانميز. فالاركين هذا كانت فيه مشكلة او نسبة الحظ ما كانت ترتفع بالشكل المطلوب. غير كذا كانت فيه مشاكل مع التاريزمن، بعض اللاعبين ما كانوا يحطون اكثر من اثنين. الحين عند العجوز او التوأم اللي موجودين في الراوند تيبل تقدر تشتري من عندهم الايتم اللي هو التاليزمان باوتش. غير كذا كانت في مشكلة بعد تقوية الاسلحة، في بعض الاحيان يكون الابجريد في السلاح غير صحيح او غير متوازن مع تطويرك، فهذه المشكلة تم حلها. واصلاح بعض المشاكل اللي برضه متعلقة مع الاسلحة انها ما تتأثر بالستات او ستات لاعبك، سواء كنت يعني جايب الريكوايرمنت او متطلبات السلاح مثلا طالب سترينث او كذا، فهذه المشاكل اللي متعلقة بالاسلحة صلحوها. وصلاح الكثير من المشاكل مع الاشوفور، من ضمنها ان بعض الاسلحة كان ينطبق عليها الاشوفور وهي اساسا ما كان مركب عليها الاش. والحين خلصنا من المشاكل اللي انحلت، خلنا نشوف الشغلات اللي تحسنت. والحين يجي الاهم شيء واكثر شيء منتظر خصوصا من اهل البي سي، لانهم اكثر ناس عانوا من ناحية الفريمات خصوصا اللي اشتروا اللعبة من اول ما نزلت. فالحين باذن الله ما راح تواجه اي مشاكل بخصوص الدروبات او المشاكل في الاداء بشكل عام. غير انهم ضافوا للي توه شاري اللعبة زيادة احتمالية الحصول على السميث ستون من الاعداء واضافته عند التجار في بدايات اللعبة، فالحين اللي توه بادي يقدر انه يطور الاسلحة بشكل اسرع. غير كذا تقوية ضرر بعض التعويذات وتقليل الفوكس بوينت المتطلب لها، يعني تقوية الضرر الحالة هذا شيء كبير بالنسبة للسحرة. السحرة يا اخي يكفيكم اصلا، ما يحتاج ينزل لكم اي تقوية، انتم ما شاء الله فالينها اكثر ناس اللعبة، فالحين الضرر زاد عندك. غير كذا بعض التعويذات الفوكس بوينت اللي كنت ساحب عليها يعني بسبب انها يسحب من البار الازرق كثير، الحين تم تقليل هذا المتطلب من الفوكس بوينت، يعني الدمج في بعض التعويذات يكون اكبر والمتطلبات عشان تجيب بعض التعويذات صار اقل، فالحين صار تحسين اكثر واكثر للي يلعبون بالسحر. فالحين ضروري انك ترجع تفرفر بين التعويذات اللي عندك وتشوف وش اللي تحسن وش اللي تغير من بينهم، لعلك تختار شيء كنت ساحب عليه في البداية بسبب الفوكس بوينت او المتطلب لها، خصوصا اللي مش مطور المايند بشكل كافي فكثير من التعويذات ما راح يقدر يستخدمها لانها تستنزف اعداد السحر بشكل كبير، فانت خصوصا ضروري انك ترجع تعيد حساباتك. وفي اشوفور اسمه بلادي سلاش، رهيب مره هذا الاش، وكان الضرر فيه له 60 والحين خلوه 130، يعني اكثر من الضعف. ولو انهم زادوا شوي من الكاست تايم اللي هو المده لاستخدامه مره ثانيه، يعني باختصار وازنوا الشغله شوي مع اضافه في الدمج او زياده في الدمج بشكل كبير. في شغلتين نزلت عليهم شرح من قريب وضعفوهم، اللي هو اول شيء السيف جدا رهيب هذاك، لدرجه انه في المقطع قلت اذا كنت تدور الايزي مود هذا هو الايزي مود، وفعلا تم تضعيفه، ما ضعفوه بشكل كبير، ولكن اللي يلعب بالسيف يا ريت يعطينا الفيدباك وش صار عليه. والشغلة الثانية اللي هو السمن اللي نزلت عنه اللي هو الميم كتير المخاب ظني، اللي هو تكرر نفس شخصيتك مرتين تستدعي روحك يعني كأنه، فهذا السمن أتوقع كثير منكم فلوها ضد البوسز لدرجة أنه ما يدخل في الفايت، خصوصا إذا كنت متقدم في اللعبة كثير والهيلث عندك أو الدمج عندك رهيب، فالسمن هذا نفس شخصيتك بالضبط قوية
واثنين منكم ضد اقوى البوسز راح تكون الشغله جدا سهله، فوازنوا القوه شوي لدرجه انه ممكن حطوا ماكسيمم ليفل للسمن هذا اللي تستدعيه، او يعني يسووا له حدود، المهم انه نقصوا فعاليته ما هي بنفس قبل. غير كذا البوسز نفسهم عادوا في موازنه صعوبتهم او الدمج من بعض الاسلحه للبوسز، فاذا كنت تعاني مع بعض البوسز ارجع سلم عليه يمكن الوضع عنده تحسن. وبس يا شباب، هذا كان مقطع اليوم، اتمنى نال اعجابكم، لا تنسوا اللايك والاشتراك اذا ما كنت مشترك، ونشوفكم ان شاء الله على خير في مقاطع جاي. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.